يقول: رجل أنقذ امرأة أخذها السيل، وبعد فترة أراد الخروج بها، أراد التزوج بها، ولكنه عندما تقدم إلى خطبتها وعرف الناس قالوا إنها محرمة عليك، لأنك قد رأيتها أثناء إغاثتها وإخراجها من الغرق. أسأل الآن، هل ما يقوله الناس صحيح؟ جزاكم الله خيرا. هذا قول باطل، ومن أنقذ امرأة من مهلكة فإنها لا تصير حراما عليه ولا يصير محرما لها، وله أن يتزوجها ما لم يمنع من ذلك مانع آخر من الموانع التي نص الله تعالى عليها. أما هذا الكلام فهو من قول العوام الذي لا أصل له. نعم.